انا عايز اقول مبروك تكريم المؤسسه الاعلاميه النهارده باختيار كمان الجمهور. شايف ده ازاي؟ والله شايفه حاجه جميله جدا جدا ان الصحافه بتكرم الفن وبتكرم الابطال بتوع اكتوبر. يعني انا شرفت ان انا موجود النهارده وسط حوالي 8 او 10 من اللواءات ومن اللي هم شاركوا في حرب اكتوبر، فده شيء مشرف. احنا طبعا برضو شاركنا بالعزف من اول الحرب السنزاف حتى العبور والنصر، لان كنا بنشتغل من الساعة 12 الظهر للساعة 4 الصبح في الاستوديو مطبخ بنسجل اغاني وينزل على طول فتح عبد الستار يصور عشان يذيع ان كان المركبة عدت او لف البلد صبية او عاش اللي قال كل الحاجات الجميلة دي، الربابة، كل الحاجات اللي سجلناها كانت بتزعر. رايك في هنادي ما شاء الله كسرت الدنيا في رمضان؟ الحمد لله الحمد لله. هل انت بتوريك تعليق على شغلها في حاجه معينه بتتابعها؟ لا انا الحمد لله بسيبها هي براحتها لان كونت شخصيتها وهي بتقدر تنتقي الاعمال اللي هي بتتعمل بتمثلها. اصلا بتحضر ليه جديد بقى ان شاء الله؟ الايه؟ الفيلم الجديد اللي انت بتحضره انا عملت فيلم قدمت موسيقى سوريه فعلا خلص الفيلم وهيتعرض قريب جدا جدا ان شاء الله. اسمه ايه الفيلم؟ خلي بالك من كده.